معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري، مرحبا بك. إذا حكومة العبادي قطعت خدمة الإنترنت عن العراق، هل تعتقد أن بهذا الإجراء ستحول دون إطلاع الرأي العام العالمي على حقيقة ما يحدث في العراق؟ السلام عليكم. بالبداية حقيقة هذه الإجراءات هي إجراءات طمعية دائما تتخذها الحكومات الشمولية وهذا الأنظمة الشمولية اللي هي متسلطة على أرقاب الشعب العراقي، وهذه العملية هي عملية سيئة لأنه حتى تقطع الاتصال وحتى تقطع ماذا يحدث بالعراق من تظاهرات واعتصامات ومطالبات شرعية. المطالبات الشعب العراقي في الوقت الحاضر هي مطالبات شرعية، وهذه الخدمات التي لم تقم بها الحكومة العراقية من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة هم ملتهين بس فقط بسرقة الشعب العراقي وسرقة أموال الشعب العراقي. إنه ما يحدث في الوقت الحاضر في العراق مع الأسف إنه الشعب العراقي المفروض يتضامن الكل الشعب العراقي من المناطق الجنوبية والشمالية ووسط العراق وخاصة في بغداد، لأنها هذه الحكومة فقدت الشرعية من زمان وفقدت الشرعية في آخر انتخابات جراها الشعب العراقي، وكان واضح أنه عدم مشاركة الشعب العراقي في هذه الانتخابات. كل ما يحدث في الوقت الحاضر في العراق من اضطهاد وتعسف من قبل الحكومة العراقية، وهذه التعسف من الحكومة العراقية مدعوم من قبل إيران والميليشيات الطائفية الموجودة في العراق وحتى الحشد الشعبي. مع الأسف الشعب العراقي المفروض يتوجه. ما الوسائل المتاحة الآن سيد ضياء؟ يعني هل سيقف المتظاهرون عاجزين عن إيصال حقيقة حراكهم إلى الرأي العام العالمي بعد حجب خدمة الإنترنت؟ ما الوسائل المتاحة برأيك؟ بالعكس، بالوقت الحاضر هنا في أوروبا وصلت كل المعلومات، وحتى في الوطن العربي وحتى في العالم كله يعلم بما يحدث في العراق. هم يتوقعون أنه حجب الإنترنت من الشعب العراقي لعدم إيصال آراء الشعب العراقي. هنا الموجودين في كل أنحاء أوروبا قاعد يتابعون ما يحدث في العراق، لأنه هذه العملية اللي هم مسوين نفسهم النظام الديمقراطي والتعددي، لا يوجد نظام ديمقراطي وتعددي في العراق. الموجود في العراق هو نظام قمعي يضطهد الشعب العراقي. حقيقة هذه الصفة اللي وجدوها العراق أنه الديمقراطية لا توجد ديمقراطية بالعراق، وخير دليل بما يفعله الحكومة العراقية في الوقت الحاضر من حجب آراء الشعب العراقي حتى يوصل للرأي العام والرأي العام الدولي بقطع الإنترنت. هذه العمليات عمليات دنيئة ولا يمكن أن تحجب الرأي الشعب العراقي. الشعب العراقي أقوى من هذه العمليات الدنيئة التي تقوم بها الحكومة العراقية، حكومة العبادي من المنطقة الخضراء. من أجل ذلك حتى مركز مترو الحقوقي أدان قرار حكومة العبادي حجب مواقع التواصل الاجتماعي. وأين حديث الحكومة إذن وزعماء الميليشيات بشأن هذه الانتهاكات عن احترام فقرات الدستور ومنها حرية التعبير وحرية التظاهر والاحتجاج؟ أخي لا توجد في الدستور العراقي، هذا الدستور العراقي مكتوب على ورق لحد الآن، هل توجد محاسبة من يقصر بالشعب العراقي وأمن الشعب العراقي؟ الاعتقالات العشوائية الموجودة، الاختطاف الأشخاص الموجودين في العراق وحجزهم في عدة أماكن من هذه الأحزاب، وكل الميليشيات لها سجنها الخاص، لها محكمتها الخاصة. هذا ما يحدث بالعراق. العراق بلد غير آمن والعراق بلد غير مستقر ما دام هذه الحكومة موجودة. الحكومة الموجودة بكل مسمياتها بكل مسمياتها هي حكومة غير شرعية وحكومة قمعية ولا يمكن. هي تقول احنا عندنا الجيش والشرطة والميليشيات والحشد الشعبي، كل هذه المؤسسات هي لخدمة الحكومة العراقية. الحكومة العراقية هي تدعي، ولكن ماذا تقوم به الميليشيات والحشد الشعبي بالاعتقال والقتل واختطاف المواطنين. شكرا جزيلا لك من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري.